السيارة اللي غادي نهضروا عليها اخوتي اسطورة ديال بصح، حتى حاجة ما كتخسر في هذا الطوموبيل، وما يمكنش تشوف شي وحدة غادا عوجة في الطريق ولا وراها الدخان ولا طايحة اونبان. لا الموديل القديم اللي صممو توشي اوشيكا في 1983، ولا هذا الموديل اللي غادي نستضفوه في هذه الحلقة اللي بدا الانتاج ديالو في 2008 وشد التقاعد في 2015. السمعة ديال هذا الاكورد اخوتي سابقاها، ما يمكنش انك تهضر على الفيابيليتي بلا ما تجبدها. الموديل اللي بقى ديما كيتكلاسا في المراتب الاولى من ناحية الاعتمادية والجودة والمتانة، لا ديال الكاروسري ولا التجهيزات الالكترونية والموتور بطبيعة الحال. هاد الموتور اخوتي اللي كيتسمى في ليسونس بالفيتك وفيه 2 لتر، اما في المازوت كيتسمى الاي دي تك وفيه 2 لتر 2-4 سيلندر. هاد الموتور كيجي في الفيرسيون الاولى بالتنفس الطبيعي وكيخرج لينا 150 ديال الخيل، اما في الفيرسيون الثانية ديالو كيجي بالتيربو، وماشي اي تيربو، هاد التيربو صنعها واحد الشركة اللي رائدة في هاد المجال واللي هي الكاريت. التيربو ديالها مشهور بالقوة ديالو والفيابيليتي، ومن بين الشركات اللي كيستعملوه عندك سوبارو والليكسوس والبورش. ولعلمكم الخوت ان هاد الفيرسيون اللي فيها التيربو زايدة في الفيابيليتي على الفيرسيون اللي ما فيهاش، الشيء اللي عجيب واستثنائي ديال بصح. علاش؟ حيت في اغلب الشركات الماطر اللي فيهم التيربو ديما كتلقى فيهم المشاكل اكثر من اللي ما فيهمش. وهنا نعطيكم مثال بالفولكسفاجن اللي عندها الموتور ديال الاس دي اي بلا تيربو والتي دي اي اللي فيه التيربو، وديما كنلقاو ان الناس اللي عندهم التي دي اي كيتشكاو اكثر من الناس اللي عندهم الاس دي اي، وهذه حقيقه لا غبار عليها. هذا الموتور اخوتي كيخرج لينا 180 عود و 380 نيوتن متر ديال الكوبل، والزيرو و 100 كيتدار في 8.4 ديال الثواني. وباش اخوتي نتاكد من الفيابيليتي ديال هذا الاكورد، درت واحد المجموعه من الاتصالات مع ناس كسبوا هذا الموديل، والصراحه ما يمكنش تلقى شي واحد كيتشكى ولا ما عجبوش الحال. ونبداو اخوتي مع اول شهاده، مولاها كيقول على انها ضرب بهذا الاكورد موديل 2010 500000 كيلومتر. ايها الخوت، 500000 كيلومتر! هاد السيد قال لي على ان الطوموبيل بيان ايكيبي وفيها كاع داكشي اللي تشهى لك الخاطر، بحال مثلا الكوفر اللي كيتحل بالضوء، البواطاغون اللي فيها الثلاجه، الكليماتيزاسيون بيزون، الريتروفيزور الكتريك، اما داكشي ديال السيكوريتي فموجود، لا بي اس، الفريناج ديرجونس، لو بي دي، الكونترول ديال التراجيكتوار، لاليماج اوتو ديال لي فار، اما لي زيرباك كاينين القدام واللور وفي الجناب والتحت والفوق. المهم اخوتي، هاد الطوموبيل كتعطي اكثر من ما كتاخذ هي، والشي اللي كتاخده هي الزويته والمازوت. نرجعوا اخوتي للشهاده ديال السيد اللي كيزيد يشكر في لا كاليتي ديال الفينيسيون والكونفور، وقال لي لانه تخير هذا الاكورد في بلاصه جاكوار اس او، وكان هذا هو احسن قرار خداه في حياته. اما بالنسبه للموتور تيقول على انه سك، يعني ناشف، ما فيه حتى شي فويت ديال الزيت، وما عمر السارو تحط فيه، وخا نص مليون كيلومتر اللي ضارب. المشكل الوحيد اخوتي اللي كاين هنا هو لونكرازمون ديال الفلتر ابارتيكول، الشي اللي عادي جدا خاصة بالنسبة للناس اللي كيتسركلوا بزاف في المدينة. والحل هنا يا بسيط وسهل، ما تفورسي ولا غوجينيغاسيون ولا تهبط الفلتر تغسلو، ما عليك غير تختار نهار يكون سخون وفايته فيه درجة الحرارة 30، وغتشد الطريق اللي تكون خاوية ولا لوطوروت مثلا، وغتسنى الحرارة الموتور توصل ل 90، من وراها غادي تلصق التروازيام وتحاول توصل الرونفلاج ما بين 3000 و 3500 دورة في الدقيقة. هذا الريتم غتبقى غادي عليه واحد 20 دقيقة على الأقل. إلا درتو أخوتي هذا الطريقة على الاقل مرة في جوج سيمانات، فراه ما عمركم غطيحوا في هذا المشكل. المهم اخوتي، في هاد 12 دورة حول الارض اللي ضربها هاد السيد بهاد الاكورد، بدل ليها الدينامو 4 ديال لي زامورتيسور. وهنا اخوتي غنعطيكم واحد الفكرة على الثمن ديالها في السوق. ولعلمكم الخوت، انه ما عمري درت الاشهار لشي واحد وما تنديروش وما عمري غادي نديرو، فقط اخوتي كنعطيكم امثلة على شنو كاين في السوق. وفي الحقيقة ما يمكنش تلقى شي وحدة مقشرة فيها الصباغة ولا الموتور كيفيمي ولا ناقصة في التيراج ولا لي غارنيتور والكراسه مقطعين، راه ما يمكنش. المهم اللي قدامكم اخوتي موديل 2014 ضاربه 120000 كيلومتر، مازال الميكا لاصقه في الجنب ديال البيبان، وغتشريوها من عند السيد اللي خرجها دوبلفي. الطوموبيل النبشه ما فيهاش. داكشي علاش قلت لكم قبيله ان هاد الموديلات ما كيشريهم غير الناس العشاقه واللي عارفين كيفاش يتهلاو في الحديد. المهم اخوتي، الثمن كيتراوح ما بين 10 و 15 مليون على حسب الموديل والكيلومتراج، واش الاس تايب ولا العاديه. الحاصل اخوتي الا جينا نبقاو نهضروا على الجماليه والمتانه والموثوقيه ديال هاد الاكورد ما غاديش نساليو.